السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نشوف كيف ندير نجيري لاسيزي تاع ليتيليزاتور. معناتها ليتيليزاتور كيفاش ندير يمد دي دوني تاعو ولا يسيزي لي فاريابل نتاعو. لا فونكسيون اللي متعلقة بهذا الشيء هي لا فونكسيون انبوت. فوالا، مثلا عندي بغيت نقرا فاريابل اكس، اكس انبوت، بعد نعاود نافيشي لا فاريابل اكس نتاع. فوالا، هاي ليك في الكونسول تاعي. نكتب مثلا سيزي لا فاريابل اللي انا حسيزيها، نحط افيشالي لا فاريابل نتاعي. فوالا، دونك هاي ليك عندي سيزيت مثلا ويت، هاي خرجت لي ويت. هذه لا فونكسيون تاعي نقدر مثلا نسيزي النوت فاريابل مثلا انبوت ايكراك. بعد عندي مثلا فاريابل زاد اللي هو يساوي لي اكس بلس ايكراك. بغيت ندير لا سوم دو دو نومبر سيزي بار لوتيليزاتور، هي هنا نكتب الفالور تاع الاكس، نزيد الفالور تاع الايكراك، ونلاحظ بلي لا سوم واش خرجت لي، خرجت لي 45. يعني نورمالمون 4 بلس 5 يقال 9. واش روماركي دو بريمير في روماركي بلي دار لا كونكاتيناسيون اونتر لي دو نومبر نتاعي. فوالا، معناتها بلي هذه لا فونكسيون انبوت واش تمد لا فاريابل نتاعنا ولا واش تستقبل كوم سيزي من عند لوتيليزاتور اوتوماتيكمون راح تافيكتيه على شكل سترينغ، معناتها على شكل شان دو كاركتير. دونك معناتها الا بغيت انا ندخل دي دوني دو تيب اونتي ولا ريال ولا واش ندير، ندخلهم على شكل سترينغ ومن بعد نعاود نحولهم الاونتي ولا ريال. مثلا هنا نقدر ندير اي ان تي، هذه من هنا اي ان تي تاع هذه. هذه كتبها هكذا واش معناتها؟ معناتها هذه لي دوني اللي رايحين يجوا من عند ليتيليزاتور راح اوتوماتيكمون كونفرتيهم اون تيب اونتي ونرجستريهم في لا فاريابل اكس كيف بالنسبه للايكراك. ومن بعد نعاود نحط لا سوم تاعي ونافيشي لا فالور اوبتوني مثلا 4 5. واش لاحظ لهنا؟ لاحظ بلي او خرج لي عندي 4 و 5 او خرج لي بروبليم تاع خرج لي ايرور. شنو هو الايرور تاعنا؟ التيب تاع الايرور كان اولي كونكاتينيت استيار، معناتها هنا عندي هذه وينا سترينغ وهذا هو وينا راح عباره عن اونتي. دونك هذا وينا اوتوماتيك مو لازم واش ندلو نعاود نحولو لسترينغ. بعد نقدر ندير لا كونكاتيناسيون اونتر لي دو شان دو كاركتير. نعاود 4 5، هاي لا سوم تاعي خرجت لي 9. معناتها لا سيزي تاع ليتيليزاتور اللي راح تدخل اون مود سترينغ، احنا نحولوها لاونتي. بعد راح نديرو لا سوم لهنا مثلا لهنا اوتوماتيكمون هذيك لا سوم لازم نعاود نحولها لسترينغ باش ندير لا كونكاتيناسيون مع هذه لا فاز نتاعي. كاين حاجه ثانيه اني الانبوت هذه وين نقدر ندير لها ميساج مثلا كيما في الباسكال ولا في السي ولا نكتب مثلا مقبل ندير اونتري لا فالور دي اكس ومن بعد نعاود ندير لا فالور تاعي تاع الاكس اللي نقرا. دونك لهنا جيف مي دو اكس فاليو، ومن بعد عندي لهنا جيف مي دو واي فاليو. عندي هنا واش نلاحظ؟ نلاحظ هاو خرج لي give me the x value، معنتها لا فالور تاع x هاي وينها، لا فالور تاع y هاي وينها، و لا سوم تاعي هاي وين. هذه لا فراز هاي وينها، معنتها أن برومبا متدخلش في ال x نتاعنا. هذا ميساج يتأفيشا جوست ليتيليزاتور، و لا فالور اللي راح يسيزيها ليتيليزاتور هي اللي راح تتكونفرتا للأونتي و تتأوريجسترا في الفاريابل x.
هذا فيما يخص الـ getting input from user، معناتها كيفاش انت تدخل دي دوني من عند اليوتيليزاتور. راح نشوفو المرة الجاية، نشوفو كيفاش راح نتعامل مع الـ list.